السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح؟ عليكم السلام. إيه واضح. يعطيكم العافية جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أقول لكم عودا حميدا وكل عام وأنتم بخير وأنتم ومن تحبون مشيئة الله. في البعض يكتب أنه ما في صوت في الكومنت، أنه ما في صوت. بس تتأكدوا من المايكات لأنه في الأغلبية قاعد يسمع الصوت، فتأكدوا من المايك عندكم. بداية أبي الجميع يحضر نفسه بالتشات، الله يعطيكم العافية، المناطق اللي موجودة معانا، الاسم والمنطقة. اليوم بمشيئة الله راح صحيح ولا سمعت هنا أن أتمنى من الجميع الالتزام بالإقفال المايكات، الله يعطيكم العافية. اليوم بمشيئة الله نستكمل مسيرتنا التعليمية في مشروع تعزيز ورفع المستوى الإداري في إدارات مكافحة العدوى الإقليمية. راح نتكلم اليوم بمشيئة الله عن الخطط التحسينية أو بما يعني مشاريع التحسين. راح تكون اليوم الرائدة في والرائعة جدا أستاذة مريم الثمالي، زميلتنا في مكافحة العدوى بصحة الطائف، هي مدير مكافحة العدوى بصحة الطائف، هي اللي راح تقدم لنا المادة العلمية اليوم. بمشيئة الله في نهاية هذه المحاضرة راح يكون لدى الجميع فكرة عن كيفية عمل مشاريع تحسينية، وأيضا فكرة في كيفية تحديد معايير وأوليات وأولويات مشاريع لتحسين الأداء وبدء فيها. في نهايتها بمشيئة الله سيكون للجميع القدرة على كيفية عمل خطوات لمشاريع التحسين. المايك عندك أستاذة مريم، يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم على المقدمة الرائعة هذه في الإدارة العامة لمكافحة العدوى، وأشكركم على الثقة وإتاحة الفرصة للمشاركة معكم في هذا المشروع المهم اللي إن شاء الله نطمح من خلاله أنه نصدر قيادات داعمة وقيادات متفائلة في مكافحة العدوى. بداية حياكم الله جميعا في المحاضرة الخاصة بمشاريع التحسين. بداية أعرفكم بنفسي، أنا أخصائي أول مريم الثمالي، حاصلة على البورد الأمريكي في الجودة من عام 2017، مقيم داخلي لجائزة الملك عبد العزيز للجودة. بداية حنتكلم عن مشاريع التحسين. لما نتكلم عن مشاريع التحسين إحنا نتكلم عن حاجة، أو غالباً الناس تتوقع أنه شيء أو مشكلة أنا أبغى أتفاداها، لكن إحنا كمتخصصين في الكواليتي إحنا نقول هي فرصة للتحسين، إحنا نشوفها من ناحية إيجابية. بالتالي اليوم أنا أرغب معكم إن شاء الله أنه إحنا نتوصل إلى فهم كامل لمشاريع التحسين، إيش الآلية اللي أنا حختار فيها المشروع هذا دولاً عن غيره، وإيش الميثودولوجي البسيطة اللي إحنا ممكن نطبقها وتعطيني النتائج اللي أنا أطمح لها في المنشآت الصحية. بداية إحنا دائماً نسأل نفسنا ليش إحنا محتاجين للتحسين، سواء في التحسين اللي في العمل أو حتى في حياتك الشخصية أنت كممارس صحي، أو حتى مو ممارس صحي، كشخص عادي. عادة لما نتكلم عن الكواليتي أو نتكلم عن الإدارة دائماً يستشهد فيها في علماء يكونوا أجانب، علماء أمريكيين سواء كانوا أمريكيين أو فرنسيين، دائماً بيقولوا هم الكواليتي بدأت من عندهم والتحسين بدأ من عندهم ومشاريع الجودة بدأت من عندهم. أنا أختلف تماماً مع الكلام هذا. عندنا في موروثنا الديني ما يثبت إنه مشاريع التحسين بدأت عندنا من عصور طويلة. لعله نقدر نستشهد في أحد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هذا النبي هو كان عنده تحدي، التحدي هذا كان عادة يعرف بأزمة مالية مرت فيها أحد الدول، وسبحان الله الله سبحانه وتعالى خصص فيها نبي معين ويخصص له سورة في القرآن لذكر هذه الأزمة المالية وذكر كيف هو سوى مشروع تحسين. لو الزملاء يقدرون يشاركونا ويسووا كذا برين ستورمينج، عصف ذهني، مين النبي هذا اللي احنا نقدر guidance us، هو يقدر يعمل لنا
نقدر نقول نقدر نتوقع أو نشوف الخطوات حقت التحسين اللي هو بدأ فيها. على فكرة هو بادئ في كل الخطوات اللي حنتكلم فيها، بس أبغى كذا برين ستورمينج معاهم، تقدروا كذا تتوقعوا مين النبي ذا. الزملاء وزميلات صوتي واضح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. وقع النبي يوسف عليه السلام. ممتاز نبي الله يوسف، شكرا أخوي. نبي الله يوسف ربنا خصص له صورة وهي صورة يوسف. طبعا هذا النبي ربنا ابتلاه بمشكلته في السجن والأحداث اللي صارت معاه في نفس هذا الوقت. صار في كارثة مالية أو أزمة مالية، عادة يقصد فيها الأزمات المالية والتاريخية، هي أزمة تاريخية مشهورة اللي هي أزمة المجاعة اللي كانت حتصير في ذلك الوقت. طبعا هذه الأزمة كانت بناء على رؤية الملك، الملك رأى رؤية وعلى أساسها بدأت الخطة اللي حطها نبي الله يوسف. في بداية في منتصف السورة ذكر الملك أنه رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه هي الرؤية. الرؤية فسرها نبي الله يوسف بأنه راح يكون في مجاعة. طيب عادة يستشهد فيها هذه القصة أنه نتكلم فيها أنه من الناحية الاقتصادية هو كيف قدر يدير وضع الدولة الاقتصادي. أنا ما أبغى وضع الدولة الاقتصادي، أنا أبغى أركز التحسين اللي هو سواه. هو عنده تحدي المجاعة. أول نقطة سواها هو الاعتراف بالمشكلة اللي هي find للبروبلم. إحنا لو شفنا الخطوات حقت فوكس بي دي سي اي النظرية اللي إحنا شغالين عليها اللي هي هنا، بس عشان تكون معانا الفوكس بي دي سي اي، لو اشتغلنا زملائي اللي فاتحين المايك لو سمحت، أول نقطة اللي هو find للبروبلم هو المشكلة اللي كانت عنده، مشكلة المجاعة. طبعا كان صريح مع نفسه ومع المجتمع مع الملك إنه في مجاعة حتصير بعد 7 سنين وفي خطة معينة أنا لازم أشتغل عليها. بالتالي هو أصلا أوجد لي هذه المشكلة أو كان صريح معاهم في الكلام والحديث عن هذه المشكلة. النقطة الثانية شاركهم وبادر بنفسه الموضوع حل هذه المشكلة. في السورة أيضا ذكر للملك أو أطرح على الملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. أهم صفتين في أي قائد لفريق إنه يكون حفيظ عليك، حفيظ يحافظ على الموارد المتاحة عندي في المنشأة وعليم على اطلاع بالبروسيس اللي هي شغالة. فبالتالي اجتمعت فيه الصفتين. أيضا من الأشياء اللي ممكن نستفيد فيها من قصة نبي الله يوسف التبشير للفريق. وهو ما قال لهم أنتوا حتصير عندكم مجاعة وخلاص، لا، هو قال لهم حتصير عندكم مجاعة ولكن ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إذن هو حاول يبشر الفريق اللي معه وسوى خطة لمدة 14 سنة من بداية الجائحة هذه إلى نهايتها، وكيف أنا ممكن أتجاوز المجاعة هذه اللي ممكن تحصل لي. كبداية أنا كده حبيت أنه ندخل لمشاريع التحسين من جانب تاريخي يخصنا إحنا كمسلمين أكثر من لما أقول لكم أمثلة ممكن ترتبط بعلماء أجانب ما تلامسنا إحنا كمسلمين. بشكل عام إحنا لما نتكلم نرجع للقطاع الصحي، إحنا لما نتكلم كقطاعات صحية، القطاعات الصحية إحنا ليش نحتاج إنه إحنا نعمل فيها مشاريع تحسين؟ القطاعات الصحية يتم تصنيفها كمنظمات عالية الموثوقية اللي هي الـ High Reliability Organization. الـ High Reliability Organization كتفسير بسيط لها هي منظمات تعمل في ظروف خطرة، وهذه المنظمات الظروف اللي هي تعمل فيها فرصة حدوث الأحداث السلبية اللي هي إحنا نسميها الـ Adverse Event عالية أكثر من غيرها من المنظمات. مين المنظمات اللي ممكن تشابهنا في الخطوره اللي هي يقول لك عاده خطوط الطيران او خدمات الطيران بالاضافه الى الصناعات النوويه. لكن المفارقه العجيبه انه الصناعات هذه مستوى الامان والسيفتي فيها اعلى بكثير من مستوى الامان في الخدمات الصحيه. طبعا كاحصائيه من منظمه الصحه العالميه بيقول لك انه 1 مقابل 3 مليون لكل راكب في خطوط الطيران ممكن يتعرض لحادث، سواء كان هذا الحادث وفاة أو حادث طيران، 1 مقابل 3 مليون. ولكن في الخدمات الصحية يقول لك 1 مقابل 300 ممكن يتعرض لأخطاء طبية. كل هذه الأسباب تجعلنا نقول لابد إنه إحنا نحسن من السيرفيس اللي موجودة عندنا ونحسن من الخدمات الموجودة عندنا. بالتالي أنا عندي فرص كثيرة للتحسين،
وعندي خدمات كثيرة للتحسين، وعندي مشاكل كثيرة تتعرض لها المنشآت، إيش أختار وكيف أختار وإيش الآلية وبإيش أبدأ؟ في مشاكل كثيرة تعرض علي أنا كمدير، أو تعرض علي أنا كمنسق جودة، من فين أبدأ؟ كان من باب أولى إنه إيش أحدد معايير تحدد لي الأولوية، إيش المشروع اللي أختاره بداية عن غيره. طبعاً أنا عندي معايير، المعايير هذه عادة ما يتم اختيارها أو يتم الاعتماد عليها في اختيار مشاريع التحسين، إما أن تكون المشكلة اللي عندي هذه عالية الخطورة، مشكلة تسبب تكون عندي هي هاي ريسك، بالتالي هي لها الأولوية عن غيرها من المشاكل اللي أبدأ فيها كمشروع تحسين. مشكلة ممكن تسبب لي مشاكل سواء في المديرية أو مع مستشفى آخر، أو تسبب لي أي كان من نوع المشاكل اللي ممكن تعرضني لمساءلة كمستشفى. مشكلة هي تعتبر بالنسبة لي مثلاً عالية التكرار، قاعدة تتكرر في جسم معين أكثر من مرة، أو قاعدة تتكرر في أجسام كثيرة عندي في المستشفى، بالتالي هذه كلها الأولوية أني أركز عليها في مشروع التحسين. أيضاً ممكن يكون عندي تؤثر على رضا العميل الداخلي أو الخارجي، وأحياناً ولا معيار من هذه المعايير تنطبق على المشروع، أحياناً ممكن يكون هدف استراتيجي، هدف استراتيجي سواء للوزارة أو سواء للمستشفى أو سواء للجسم، فبالتالي هذه أغلب المعايير اللي أنا أعتمد عليها عشان أختار فيها مشروع. طيب، أحد قد سمع عن الاستراتيجيات حق التحسين المستخدمة في الكواليتي؟ قد سمعتوا عن الاستراتيجيات اللي أنا ممكن أستخدمها في الكواليتي أو في التحسين بشكل عام؟ ممكن الزملاء يشاركونا. أحد من الزملاء حابب يشاركنا؟ طيب، الاستراتيجيات اللي احنا بنستخدمها للتحسين عادة، استراتيجيات التحسين هي كثيرة، وغالبا احنا لما نتكلم عن مشاريع التحسين ونتكلم عن كواليتي هي اصلا مستقاه من القطاع الصناعي، بالتالي احنا لما نتكلم عن صناعه احنا نتكلم عن برودكت، نتكلم عن منتج بالاخر، عكس لما نتكلم عن سيرفيس اللي هي كقطاعات تقدم خدمات، بالتالي مو اي استراتيجيه اقدر اطبقها في القطاع الصحي. انا عندي الكثير من الاستراتيجيات، عندي الفوكس بي دي سي اي، عندي السكس سيجما، عندي اللين، عندي الكايزن، هذه كلها نقدر نصنفها كاستراتيجيات اقدر استخدمها في مشاريع التحسين. استراتيجيه مثلا خلينا نقول السكس سيجما، السكس سيجما قائمه على انه يكون عندي زيرو ديفكت. زيرو ديفكت ايش معناته؟ معناته انا ما عندي ولا غلطه في المنتج اللي عندي. هذا الشيء صعب جدا انك تطبقه في القطاع الصحي، انت ما تتعامل مع برودكت، انت ما بتتعامل مع منتجات، انت بتحاول تحسن سيرفيس، بالتالي صعب جدا انك توصل لزيرو ديفكت في السيرفيس اللي موجوده عندك. ليش؟ لانه انت بتتعامل مع هيومن، بتتعامل مع اشخاص مش مع ماشينز. مثلا لو ناخذ على سبيل المثال كمان عندي اللين، اللين اللي احنا بنستخدمها بتستخدم عاده او بتستخدم عاده في قطاع الصناعه. اللين قائمة الكونسبت حقها كاملاً على إنه يكون عندي نو ويست، أو أقلل إليمينيت للويست إلى أقل مجال ممكن أوصل له. ويست سواء كان في الريسورس أو سواء كان في الهيومن أو سواء كان حتى في التايم. صعب جداً إنك تطبق الكونسبت هذا في الخدمات الصحية اللي ممكن تقدم. صعب جداً إني أقدم النو ويست في خدمات صحية سواء من ناحية وقت أو من ناحية ريسورس أو حتى من ناحية هيومن. بالتالي أفضل استراتيجية ممكن إحنا نطبقها كخدمات صحية نقدمها اللي هي الفوكس بي دي سي اي ميثودولوجي. الفوكس بي دي سي اي ميثودولوجي هي بدأت كبداية، هي بدأت في بي دي سي اي اللي بدأ فيها هو ويليام ديمينغ. ويليام ديمينغ هو مهندس في قطاع الصناعات. هذا المهندس الأمريكي هو اخترع الـ BDCA. طيب، وبعد كذا اللي هو في مستشفى أمريكي، المستشفى هذا هو اللي زود المقطع هذا اللي هو الفوكس، وبالتالي أصبحت الفوكس BDCA ميثودولوجي اللي هي نظرية التحسين أو آلية التحسين أو منهجية التحسين المستخدمة والمعتمدة عندنا كقطاع صحي. طبعا كل حرف من الحروف الموجودة هذه هو له معنى ويعكس لي معنى أقدر أستخدمه، أو هو خطوة أقدر أستخدمها في مشاريع التحسين حقتي. طبعاً إحنا حنسردها بشكل عام وبعد كده حندخل في تفصيل كل خطوة. عندي حرف الإف، حرف الإف اللي هو find للprocess to improvement. أول حاجة أوجد فرصة للتحسين، زي ما ذكرنا قبل شوية موضوع أو قصة نبي الله يوسف، هو في فرصة للتحسين. إيش فرصة التحسين اللي عندي؟ كان عندي مجاعة. لو نتكلم عن قطاع صحي مثلاً، أنا عندي
خلينا نقول الباب مرتفعة عندي في الاي سي يو، بالتالي هي هذه فرصة تحسين موجودة عندي. طيب organize team to improvement، نظم فريق التحسين. clarify للبروسيس، استوضح العملية. understand للsource of variation، افهم فين ممكن احصل الاختلاف او ايش اسباب الاختلاف. select للimprovement، اختر التحسين. هذا اول مقطع. المقطع الثاني البي دي سي اي اللي هي بلان للامبروفمنت، خطط للتحسين، نفذ للتحسين، راجع النتائج. واهم نقطه راح تحفظ لك كل البروسيس اللي انت شغال عليها من البدايه اللي هي act to maintain the gain or further improvement، اعمل على الحفاظ على المكاسب. يا كثر مشاريع التحسين اللي احنا شفناها، مشروع رائع وفريق ممتاز وداتا بيرفكت، لكن ما استمر مشروع التحسين او ما كمل، واحنا وصلنا للنتيجه وبعد كذا ما عاد احد صار يراجع، ما عاد في مؤشرات صارت ترفع. مجرد ما انتهى سباهي او مجرد ما انتهى تقييم الايكا، وقفت او وقف متابعه المشروع. النقطه الاخيره هذه هي نقطه جدا مهمه اللي هي العمل على الحفاظ على المكسب او حتى مزيد من التحسين. طيب كاول نقطه نتكلم فيها اللي هي الفايت للبروسيس تيم تو امبروفمنت، اوجد عمليه ترغب في تحسينها، يا إنها عملية إحنا ممكن نسميها تحدي لي، مشكلة أنا قاعد أعاني منها في قسم معين، أو إنه مثلاً أنا واصل والله للتارجت حقي ولكن أنا حابب أحسن نفسي، أنا حابب عندي تارجت أبغى أوصل له. يعني مثلاً زي عندنا المبادرة تبعت الـ Go to Green، بعض المناطق هي واصلة للنطاق الأصفر، النطاق الأصفر إلى حد ما كويس، ولكن في مجال للتحسين. طالما في مجال للتحسين، إيش المانع إني ما أحسن؟ إيش المانع إني أوصل للتارجت 0.9؟ فبالتالي هي في عندي فرصة إني أحسن. الأهم شيء في هذه النقطة اللي هو write problem statement، اكتب صيغة المشكلة اللي عندك، خليها واضحة، خلي التيم اللي معك يفهم إيش المشكلة. review all related standards، عندك سباهي، عندك GCI، عندك الآيكا، عندك أكثر من مركز، أكثر من مرجع تقدر ترجع له في المشكلة اللي عندك. والله أنا عندي نسبة الباب مرتفعة، أنا أقدر أشوف مستشفيات ثانية، أشوف النسب اللي عندها. ليش؟ أنا أحاول أصيغ المشكلة اللي عندي بطريقة صح عشان الناس اللي عندي تعرف عليش تشتغل. Write preliminary outcome statement، لازم أستخدم السمارت. لما أبغى أصيغ مشكلتي أصيغها بشكل سمارت. عندي المثال هنا to reduce، أنا الهدف اللي عندي أبغى أقلل الباب فين؟ في الأدلت آي سي يو، أبغى أقللها قد إيش؟ باي 50%، حقللها 50% في 6 شهور. طبعاً الهدف هذا ما هو كامل. ليش؟ ما هو كامل لأني ما حددت أي 6 شهور، 6 شهور عام 2022 ولا 2030، أنا متى حسوي الهدف هذا؟ بالتالي الهدف اللي موجود عندي هو هذا unclear، ما هو واضح بالنسبة للتيم اللي موجود عندي. لو أبغى أصيغ الهدف اللي موجود أو البروسيس اللي أنا بشتغل عليها للتحسين، لازم تكون صياغة احنا نسميها smart، تكون specific, measurable, achievable, realistic and time based. النقطة اللي بعدها organize project team، نقطة جدا مهمة. التيم اللي موجود عندك، انا المشكلة اللي موجودة عندي في الاي سي يو، اجيب تيم شغال في الاي سي يو، اجيب فريق شغال في الاي سي يو، ما حجيب فريق شغال في اللاندري ولا فريق شغال في الكيتشن. انا المشكلة اللي حاصلة عندي حجيب البروسيس اونر، الناس اللي شغالة بيبدأ في البروسيس. ليش؟ لانه اكثر ناس احتكاك في البروسيس واكثر ناس عارفة الفاريشن اللي حاصلة في المشكلة. بالتالي مهم جدا اني اختار رئيس للفريق، التيم ليدر. نرجع لي القصة اللي بدأت بها المحاضرة، قصة نبي الله يوسف، هو رشح نفسه انه يكون ليدر لعملية التحسين اللي حتصير. هو شاف بنفسه في صفات معينة يقدر يدير فيها الفريق اللي موجود. بالتالي تيم ليدر لازم يكون موجود عندي، رئيس للفريق، بالإضافة لأنه يكون عندي تيم ممبر. تيم ممبر هذول الستاف اللي يكونوا familiar with the process، الأعضاء اللي موجودين في الفريق يكونوا من الأعضاء اللي هم familiar، متعودين على البروسيس هذه. رايت للجول والأوبجكتيف، حكتب الجول والأوبجكتيف اللي موجود عندي ويكون واضح للتيم، وأحط له وقت معين. في أول اجتماع للتيم يفترض أني أحط ما يسمى بالجراوند رول، اللي هي احنا نسميها الرولز او القواعد العامه للفريق. احنا متى حنجتمع، كل قد ايش حتترفع التقارير، ايش الاكشن اللي احنا نسويه، هذه يفترض انها تكون في اول اجتماع. نقطه مهمه جدا ايضا انه احنا حنستخدم الكواليتي تول ديورينج الميتنج، احنا حنستخدم حاجه احنا نسميها ادوات الجوده طوال فتره اجتماعاتنا.
أدوات الجودة اللي هي إحنا نقدر نسميها البرين ستورمينج، عندنا الفيش بون، عندنا الفلو شارت، هذه كلها أدوات تساعدني جذرينج إنه أنا أستخرج الداتا من الفريق اللي موجود عندي. النقطة اللي بعد كده اللي هو كليريفاي للإكزيستينج بروسيس، أول خطوة أنا حصلت فرصة للتحسين، النقطة الثانية كونت فريق، بعد ما كونت الفريق أنا أبغى الفريق اللي موجود كل شخص في الفريق فاهم المشكلة أو فاهم البروسيس بنفس الطريقة. إيش الآلية اللي أنا هستخدمها في الموضوع هذا؟ بنستخدم حاجة اسمها الفلو شارت. الفلو شارت اللي هو المخططات التدفقية. المخطط التدفقي ذا مثلاً أنا عندي مشكلة في الآي سي يو إن البيشنت أو المرضى يجلسوا في العناية المركزة فترات طويلة، بالتالي يتعرضوا لي أو نسبة تعرضهم للإنفكشن تكون عالية. هذه فرصة تحسين لي. فرصة التحسين هذه مين حيقول لك البروسيس؟ مين حيقول لك الخطوات اللي شغالة في الآي سي يو غير الناس اللي شغالة في الآي سي يو؟ بالتالي يفترض الناس اللي شغالين في الآي سي يو حيعطيني والله المريض يدخل من نقطة A يروح للإنفكشن B، بعد كذا حيصير له كذا كذا. كل خطوة من هذه الخطوات يفترض أنها تشرح بالتفصيل للفريق. فإذا تشرحها للفريق كلنا حنكون فاهمين المشكلة بنفس الطريقة وبنفس الآلية، بالتالي كلنا حنكون مركزين على المشكلة. وغير كذا فرصة أن يكون في variation في الفهم حتكون قليلة جدا أو حتى منعدمة. طيب فأنا أضمن أن يكون عندي في agreement on understanding the current process. فهمنا المشكلة. النقطة اللي بعدها أنا فهمت البروسيس، أنا من البروسيس هذه اللي رسمت قدامي في الفلو شارت حشوف فين مصدر المشكلة، إيش الإشكالية اللي قاعدة تصير، هل والله إجراءات خروج البيشنت من الآي سي يو بتطول، هل والله ما في قسم ثاني أنا أحول فيه للبيشنت عشان كذا بيجلس عندي فترات طويلة. أنا هذا الكلام كله حشوفه من خلال إيش، يا إنه داتا مجمعة، داتا أنا قدرت أجمعها سواء مؤشرات معينة، سواء إدارات معينة قالت لي والله مثلاً الكومبلين حق البيشنت ارتفع، نسب العدوى ارتفعت عندي في الآي سي، كل هذه مصادر داتا أنا ممكن أستخدمها عشان أعرف فين الفجوة اللي موجودة عندي في البروسيس. ممكن بنشمارك، ممكن حاجة أقارن نفسي فيها، أدائي والله العام في الآي سي يو كإنفكشن مثلاً أتكلم باب، خلينا نقول والله كان منخفض عن أدائي السنة هذه، إيش الإشكالية؟ أنا ليش ارتفع عندي الباب مقارنة بالسنة الماضية؟ أنا ممكن كمان أستخدم حاجة ثانية اللي هي أقارن نفسي بمستشفى آخر اللي هو الإكسترنال بنشمارك، حقارن نفسي فرضاً أنا مستشفى X حقارن نفسي بمستشفى Y وحقول والله مقارنة بمستشفى Y أنا والله نسبة الباب عندي ارتفعت، مع إنه أنا هو نفس البيشنت ونفس الفوليوم اللي قاعد يصير ونفس الضغط، إيش الإشكالية؟ هذه المقارنات والداتا بتساعدني على إني أفهم فين المشكلة وأحط يدي على المشكلة بشكل صحيح. النقطة اللي بعدها select للimprovement. طيب أنا دحين كونت حصلت المشكلة، كونت الفريق، أتأكدت إن هم فهموا المشكلة بشكل صحيح وبدأوا يطلعوا لي أسباب المشكلة هذه ليش صارت. بعد ما طلعوا لي الأسباب لازم يطلعوا لي حلول. الحلول اللي حتصير كثير جداً، طبعاً هم حيستخدموا أحد التول الخاصة بالكواليتي اللي هي البرين ستورمينج، حيستخدموا مثلاً العصف الذهني، كل واحد من أعضاء الفريق حيعطيني حل. هل يا ترى كل الحلول قابلة للتطبيق؟ لا طبعاً. بالتالي حستخدم حاجة اسمها فوتينج، حستخدم التصويت، الأعضاء اللي موجودين في الفريق حيصوتوا لي على أفضل حل أو أفضل ثلاثة حلول. طيب حستخدم وقتها قاعدة 20-80، 20-80 يقول لك 20% من الأسباب حتعطيني 80% من التأثير، بالتالي حختار أكثر ثلاثة أسباب تم التصويت عليها وأبدأ أشتغل عليها. اختيار آلية التحسين زي ما قلت لكم، حختار آلية التحسين هذه، فرضاً أنا وصلت لثلاثة حلول في مشكلة الباب عندي في الآي سي يو، بالتالي الثلاثة حلول هذه هل راح أطبقها بشكل دايركتلي على الجسم؟ لا طبعاً، راح أعمل حاجة اسمها البايلوت بروجكت. بايلوت بروجكت معناها أنا حسوي تجربة في على عينة مختصرة، أنا ما حعمم المشروع لأنه أنا ما أعرف الحل هذا صح ولا لا، إحنا باقي في مرحلة التجربة، بالتالي أنا حختار عينة صغيرة وأبدأ أطبق عليها السوليوشن هذه. العينة الصغيرة هذه أنا لازم يكون عندي تيم أشتغل معاه وأقول لهم والله يا جماعة أنا حطبق الحل هذا مثلاً في سرير كذا 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 في الآي سي، وحنطبقه لفترة 6 شهور وحنشوف النتائج، هل تحسن عندي المؤشر ولا ما زال؟ هذه كأول جزئية في الفوكس. الجزئية الثانية اللي هي حيكون عندي البلان،
البلان اللي حنبدأ فيها أو المقطع الثاني اللي هو الـ BDCA حنبدأ فيه حيكون أول نقطة عندي بلان. أنا حطيت السوليوشن، السوليوشن هذه فلنفترض أنه مثلاً من ضمن الحلول قلنا أنه المرضى نعمل لهم مثلاً evaluation ونشوف هل هو بحاجة للـ ICU ولا لا. في حال كان بحاجة للـ ICU يكون يبقى معنا في الـ ICU، في حال والله ما أحتاج عندي الـ ICU ممكن أشفت في قسم ثاني وأسميه الـ HDU وأخلي الناس جالسة هناك لفترة معينة وأراقبهم. ليش؟ بأحاول أقلل من الحمل اللي موجود على الـ ICU. طيب هذه من ضمن مثلاً السوليوشن. السوليوشن هذه كل حل من الحلول اللي تم اقتراحها لازم يكون عندي فيها شخص مسؤول عن الحل هذا. متى حيسوي الحل هذا؟ قديش حيجلس شغال فيه؟ مؤشر يقيس لي الحل هذا هل تم أو هل حقق لي الشيء المرغوب منه ولا لا، ويكون محدد بوقت. لازم أقول والله بنهاية شهر مثلا يناير عام 2023 حأوصل مثلا ل 5% من مؤشري أيا كان هذا المؤشر اللي أنا شغال عليه. فلازم يكون عندي لكل حل شخص مسؤول عنه وتايم لاين وريبورت يرفع لي عشان أقدر أشوف هذا التحسين تم ولا لا. النقطة اللي بعد كذا طبعا احنا ممكن نسال نفسنا الاسئله اللي قبل شوي طرحتها، احنا كيف ممكن نحط الخطه حقتي على مين ممكن تطبق، مين الشخص اللي حيكون مسؤول عنها. طيب حطينا الخطه لتنفيذ السوليوشن، بعد كذا حبدا اشتغل في السوليوشن، حبدا اعمل البايلوت بروجكت اللي احنا تكلمنا عنها. حنعمل نقطه مهمه جدا اللي هي الداتا كولكتد اللي هي جمع البيانات. انت المفروض منك انك تقعد تجمع بيانات طول هذه الفتره. فائدة جمع البيانات انت حتقدر يساعدني بالخطوة اللي بعدها، تقدر تعمل عملية التشيك، حقدر اشيك اشوف انا وصلت للجول حقي ولا لا. طبعا قبل عملية التشييك هذه هعمل انالايز للداتا اللي انا جمعتها واشوف التشينج، انا وصلت للتشينج اللي انا ابغاه ولا لا. حاشوف التيم لازم انه يسوي عندي دراسات للانكسبكتد اوتكم، ممكن اكون وصلت لي اوتكم بس اوتكم انا ما ابغاه، زادت عندي نسبة العدوى، المرضى اللي عندي صاروا يشتكوني، أياً كان الـ outcome اللي unexpected أو unacceptable حتى، يكون إيش outcome غير مقبول أو نتائج غير مقبولة. هذه فرصة هم عشان كذا جات السايكل أو جاء سبب تسمية السايكل من هذه النقطة. فخطوة التشيك أنا أبدأ أشيك هل البلان والدو حقتي كانت بشكل صحيح ولا لا. ما كانت بشكل صح حبدا ارجع لنفس السايكل، حبدا اعمل بلان ودو وتشيك وابدا اشيك واشوف هل انا وصلت للهدف اللي انا احتاجه ولا لا. وبعد ذلك في حال تم او وصلت للهدف اللي انا احتاجه طبعا حنوصل لعمم العمل. انا سويت الفكره حقتي وسويت المشروع حقي على نطاق طيب وشفت انه ناجح ورفعوا لي داتا ورفعوا لي ريبورت والريبورت كانت مرضية، بالتالي أقدر أعمم المشروع كامل على الهوسبيتال أو لو كان مشروع على مستوى المنطقة أقدر أعممه على مستشفيات أخرى. أنا ممكن مثلاً أطبق بايلوت على مستشفى وإذا شفت والله نجح على المستشفى هذا أقدر أطبقه على بقية مستشفيات المنطقة. نقطة مهمة جداً قبل ما أنتهي، اروي قصة نجاحك. اروي قصة نجاحك اللي هي الستوري بورد، هذه مهمة جدا في نهاية كل مشروع. ما في مشروع يكون فيه هولد أو يشيله شخص واحد. أنت اشتغلت في مشروع كان معاك تيم وكان معاك فريق، الفريق اللي موجود معاك حاول إنه تحسسهم بمجهودهم وحاول تحسسهم إنه قد إيش هم تعبوا في المشروع هذا. مجرد ولائهم لك، مجرد انتمائهم للمشروع هذا حيضمن انتمائهم لك في المشاريع القادمة. هو أنت ما حتعمل مشروع واحد في حياتك وحينتهي، لا، المشروع هذا حيكون مستمر وحتبدأ في مشروع ثاني وممكن توصل لتارجته وتبدأ ترفع سقف توقعاتك وتبدأ تشتغل أو تبدأ توصل لجول ثاني. الفوكس بي تي سي اي مو بس احنا نقدر نطبقها على الشغل، تقدر تطبقها على نفسك على وضعك الحالي. أنا مثلا في الدوام أتأخر وسبب التأخير حقي والله زحمة الطريق، حبدأ أسوي بلان دو تشيك، حبدأ أشيك أشوف الحلول اللي موجودة عندي إيش أسباب التأخير اللي عشان أتأخر، حبدأ أعمل brainstorming مع نفسي وأشوف والله ممكن من أسباب التأخير إني أطلع متأخر أصلاً من البيت، بالتالي الطريق يكون زحمة، حبدأ أختار طرق جديدة، حبدأ أطلع بدري. كل البروسيس اللي موجودة أو الميثودولوجي هذه أنت تقدر تطبقها وتقدر
تكيفها بالطريقة اللي تناسبك. في النهاية أحب أشكركم على استماعكم، ولو أحد عنده أي استفسار بالعكس يكون إيش أكون سعيدة. الله يعطيك العافية أستاذة مريم، محاضرة جداً جداً رائعة، واضحة ومتسلسلة، ويعني فتحتي عقولنا على نقاط كثيرة ممكن يعني هي منطقية لكن قد نغفل عنها وما نمشي عليها بنفس الترتيب، وممكن هذا يضيع لنا جهد في نقاط كانت مهمة أن نسوي عليها فوكس. أنا يمكن ببدأ أول الأسئلة، أنا عندي بس سؤال اللي هو من ناحية التوثيق، التوثيق على الخطط أهميته وطريقته، أو يعني إذا لو تعطينا بس نبدأ شوي بسيطة عليه. أي نوع من الخطط؟ يعني مثلاً كأي خطة أنا بسويها، هل مهم إني أسوي لها توثيق مفصل عن من بدايتها إلى نهايتها، وطريقة توثيقها يعني هو فائدة التوثيق؟ سؤال رائع جداً صراحة، أشكرك، لأنه هذا الموضوع يعني حتى وإحنا بننزل آيكا أتكلم ونشيك على الخطط حقة المستشفيات ألاحظ الملاحظة هذه دائما أعلق عليها. عادة إحنا لما نتكلم عن خطط سواء كانت خطة استراتيجية أو خطة تشغيلية أو حتى خطة لمشروع، طيب ما ينفع شخص واحد هو اللي يسوي الخطة أبدا، ما ينفع. ولو يجيني مدير مكافحة العدوى في أي مستشفى في أي منشأة يقول لي أنا سويت الخطة لوحدي، حقول له الخطة مضروبة، الخطة غير صحيحة وغير قابلة للتطبيق لسبب بسيط. أنت ما ينفع تخطط لمنشأة كاملة، ما ينفع تحط خطة سواء لقسمك أو للمستشفى بمجهودات شخصية. لازم يكون معاك تيم، والتيم اللي موجودين معاك يكونوا إكسبرت، يكونوا ذوي خبرات أنت تستعين فيهم. مو بس كذا، أنت تحتاج الفريق اللي موجود معاك يعطيك إيش الأشياء اللي أنت تبغى توصلوا لها بناءً على الداتا اللي موجودة عندك. الداتا اللي موجودة عندك أنت تقدر تحط عليها مؤشرات. نقطة المؤشرات نقطة جداً مهمة، وهذه تفتقر لها أغلب الخطط. يحط لك خطة رائعة وصياغة ممتازة ومقدمة، ويذكر لك الأشياء ورؤية ورسالة ومش عارف إيه، لكن تجي لموضوع المؤشر هذا اللي يفيدك في التوثيق حق الخطة حقك أصلاً. أنا كيف أعرف والله الهدف اللي موجود عندي هذا تحقق ولا لا إذا ما في مؤشر يقيس للهدف حقي؟ يا كثر الخطط اللي طلعنا عليها أثناء الزيارات خطة بيرفكت، لكن تجي للمؤشر ما في مؤشر يقاس، أو في مؤشر ولكن ما يتم قياسه نهائي. طيب أنت كيف حققت هدفك حق السنة الماضية؟ كيف أقدر أقول والله أنا مقارنة بنفسي العام الماضي راح أصل السنة هذه لكذا كذا، أو مقارنة بمستشفى X لو قدر مستشفى X يعطيك البيانات اللي عنده. موضوع توثيق إنجازك في الخطة حقتك أو البروغريس في الخطة حقتك مهم جدا، بالإضافة إلى أنه مو بس البروغريس اللي موجود في الخطة حقتك، أنت حاليا الخطة حقتك أنت ما قدرت تتقدم في الخطة حقتك وما قدرت تنجز في الخطة حقتك، إيش الأسباب؟ أنا ممكن الخطة أو الهدف اللي أنا حاطه لي غير قابل للتطبيق، أنا ما أقدر أطبق. بعض المستشفيات تحط أهداف حرفيا غير قابلة للتطبيق. أحد المستشفيات قبل فترة كنت في زيارة فحاط من ضمن الأهداف زيرو إنفكشن، ما في شيء اسمه زيرو إنفكشن، هدف غير قابل للتطبيق. لو إيش تسوي؟ غير قابل للتطبيق نهائي إنك توصل لزيرو. أنت قراءاتك السنة اللي فاتت ما هي مطابقة للزيرو اللي أنت تبغى توصل له، بالتالي حتى لما تبغى توصل لزيرو خليك متدرج للزيرو هذا، لكن ما تقول لي أبغى أوصل بنهاية عام 2022 لزيرو وانت لا في مؤشر تقيس في الانفكشن، حتى انت ما فصلت لي الانفكشن، انت خليته جنرال، انت تبغى تنقص كل الانفكشن، اي نوع من انواع الانفكشن تبغى تنقصها. فموضوع التوثيق، موضوع المؤشرات اللي بنقيسها بشكل ربع سنوي لانجازي في هذا الخطه او انجازي في الهدف هذا، واقيس هدفي والله هو انا قدرت احققه ولا لا، هذه جدا مهمه في موضوع الخطط. فاشكرك صراحه على السؤال، لان السؤال كذا جاء على جرحي. الله يعطيك العافيه. اي اسئله؟ الزملاء في المناطق. السلام عليكم. تفضلي، حياك الله. معليش أنا ما عندي سؤال، يعني الشرح ما شاء الله كان وافي واضح، لكن إحنا حابين نطلع على خطة تحسين نموذجية سبق أن تم تطبيقها، يعني من باب إنه أشوف إيش الداتا اللي تجمع. طبعا كل خطة أكيد وكل مشروع بيختلف، بس يعني نأخذها كأيديا نمشي عليه، أو تعطينا فكرة عن كيف نجمع الداتا، كيف
للنتائج كيف تتوثق؟ يعني ما أعرف واضح السؤال؟ إحنا بس نبغاها كمثال. واضح. ونصراحة ما عندنا خبرة في هذا الموضوع. بالعكس، يعني موضوع مشاريع التحسين ترى جدا ممتعة في الوضع، في حال تم تطبيقها على أرض الواقع. يمكن البعض يستثقل المشاريع التحسين لأنه شايفها كديتا قدام، لكن لما تبدأ تشتغل فيها وتبدأ براكتس للمشاريع التحسين ترى رائعة جدا وممتعة. موضوع مشروع التحسين اللي أنتوا حابين تطلعوا عليه، يعني إن شاء الله أعمل بلانينج مع الإدارة العامة بعد ما أخذ موافقة المستشفى، لأنه في مشروع تحسين اشتغلنا فيه مع أحد المستشفيات، مشروع رائع جداً اللي هو خفض العدوى المتسببة من عمليات الجراحة القيصرية في مجمع الملك فيصل عندنا في الطائف. مشروع تحسين رائع جداً، وتم عمل ورقة علمية ونشرت باسم المستشفى. فإن شاء الله يعني لو سمح لنا زملاء في الإدارة العامة مشاركتكم إن شاء الله مشروع بإذن الله هشارككم فيه. وبالعكس أنا معاكم، يعني في حال احتجتوا أي دعم في موضوع مشاريع التحسين بالعكس أم سبورت يعني. أي استفسار؟ هل في أي سؤال من الزملاء في المناطق؟ شكلها أستاذة مريم المحاضرة كانت واضحة، وهي فعلا والله كانت واضحة. نشكرك أستاذة مريم على المحاضرة صراحة الرائعة، وعلى حتى أسلوبك السلس والواضح، ويعني يجذب ما شاء الله حتى حماسك في الإلقاء، فشاكرة لك شكرا جزيلا. بس إذا تكرمتي أستاذة مريم لو بس تغلقين الريكورد لأن أنت الهوست، على أساس بس في نقطة أنا بتكلم معها مع الزملاء.